فلاحي رائد في التمويل ديال القطاع الفلاحة في المغرب، تقريبا كنساهموا ب 80% في جميع القروض اللي كتمنح للقطاع الفلاحي. وحنا كشريك ديال سلاسل الانتاج الفلاحي في المغرب كنساهموا في الصيام، هذا المعرض الدولي للفلاحة بمكناس اللي هو عرس، اللي هو واحد الفيترين اللي كتبين المستوى اللي وصلت ليه الفلاحة في بلادنا. وهذا الشيء جاي من نتائج مخطط المغرب الأخضر اللي خلات الفلاحة المغاربة عندهم واحد الصمود بالنسبة لهذه الأزمات اللي عرفتها اللي عرفها العالم، خصوصا كوفيد وكذلك الاختلالات في ديال التوريد وكذلك قلة ندرة الماء. وهذا الشيء ما اثرش بزاف على الفلاحه وما اثرش بزاف على السوق، لان كاين المنتوجات وكاين واحد سلاسل الانتاج وكاين الفلاحه المغاربه اللي تمكنوا من تموين السوق بصفه عاديه. القرض الفلاحي كما قلت لك قبيله هو شريك للفلاح المغربي بجميع شرائحه وتنوعات الضيعات الفلاحيه الاستغلاليه اللي كاينه في بلادنا، لا الكبيره ولا المتوسطه والصغيره، عبر البنك الكلاسيكي وعبر قنوات تمويل الفلاح ومؤسسه ارضي للقروض الصغرى وجميع القنوات باش الفلاح يولج وياخذ القروض اللي باش يقوم بعصرنه ادوات الانتاج ديالو. وهنا في المعرض كنتلاقاو مع الزبناء ديالنا، مع المتشاركين المتدخلين في المنظومه الفلاحيه والقرويه في المغرب باش نتبادلوا الاراء، باش نحسنوا من العروض ديالنا، نقدموها نشرحوها ونناقشوا الاشكاليات الفلاحيه والتحديات باش نلقاو الحلول. بعد ما أزمة الكوفيد احنا درنا مبالغ مالية مهمة اللي عطيناها للفلاحة باش نقلصوا من آثار جميع هاد الأزمات وباش يكملوا في العمل ديالهم في الضيعات، وحنا دائما معاهم ومجندين كما قلت مع جميع سلاسل الإنتاج الفلاحي بالبلاد. سنة عادية وفرحة كبيرة من بعد الانقطاع ديال 3 سنين، الزبناء ديالنا كنرحبوا بهم هنا، كنستقبلوهم، اللي عنده شي مشكل كنتصنتوا ليه، كنزيدوا نعمقوا له الشرح ديال بعض المنتوجات، كنلقاو معاه الحلول، السيد الرئيس موجود هنا كذلك كيستقبل الزبناء، كنناقشوا مع الشركاء شنو هما الحلول، كنشوفوا نحضروا لجميع النقاشات والمنتديات، وكندليو بالرأي ديالنا كممولين وكمختصين في التمويل ديال القطاع الفلاحي. حنا كنجدوا الالتزام ديالنا باننا سنقوم بتمويل جميع المشاريع المدره للدخل والمشاريع المربحه والمشاريع الكبيره المعصرانه، كما قلت جميع شرائح الفلاحين بالمغرب، كل واحد على حسب الحاله ديالو، وخص غير المشروع يكون ذات جدوى وعنده واحد النفع حقيقي لا على الفلاح ولا على العائله ديالو ولا على الانتاج الوطني، ومرحبا به. ملي كنهضروا على الشباب القراوي ولا المقاول القراوي، فهناك عدة أصناف، كاين الشاب القراوي ولا الفلاح العادي، كاين الفلاح اللي عنده من ذوي الحقوق في أراضي الجموع، كاين الفلاح اللي غادي يستغل غادي ياخذ الضيعه ديال الوالدين ديالو والعائله ديالو، نسكون ابي لا ترانسميسيون انتر جينيراسيونيل، وكاين كذلك الشباب اللي كيديروا شركات الخدمات للقطاع الفلاحي والقروي. فاحنا عندنا منتوجات ماليه كتواكب جميع هاد الشباب، ربما احسن منتوج اللي كان هو المستثمر القروي اللي كانت عنده مواصفات مهمه وداخل في البرنامج ديال سيدنا ديال الانطلاقه، وحنا مواكبنا وعندنا منتوجات خاصه كتدير التمويل العادي والاعانات والاعانات الجديده اللي دارت الدوله باش نواكبوهم، ومرحبا بهم لانهم الخلف، هما ان شاء الله اللي غيزيدوا يعصرنوا الفلاحه ويقدموا الفلاحه المغربيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.